أنا مهند رسول المسعودي من محافظة بابل، طالب معهد فنون جميلة. طبعاً اختصاصي يختلف عن موهبتي، أنا اختصاص قسم سمعية ومرئية، موهبتي التصميم، تصميم نماذج المصغرة. بديت بهاي الموهبة، بديت بالعمل عليها بسنة 2016. يعني أنا والدي نجار، يعني من الصغر أنا وياه كانت عندي يعني شلون اللي أقول لك حب للمجسمات، مجسمات البيوت الصغار هاي، تصميم هاي الأشياء. فبديت بوابة عشتار. بوابة عشتار واجهت فيها صعوبات، اشتغلت يعني قسم من البوابات ما نجحت فيها، بعدين بالأخيرة نجحت. استغرقت مدة العمل على البوابة تقريبا أسبوع، أسبوع يلا كملتها. هواي ناس تسأل ليش ما أصبغها، هواي أكو يعني بوابة عشتار يقدرون يسووها من البلاستيك، فالصبغ يغطي اللون الخشبي، أنا أقدر أصبغها، يعني اللي الشخص اللي يطلبها أقدر أصبغها وأرتبها إلى أجهزها، بس أنا مبقيها على هذا اللون الخشبي حتى تبين مصنوعة صنع يد من الخشب. بعدها اشتغلت القشلة، ساعة القشلة بديت بها. طبعا أحب أنوه الشغلة أنه أنا ركزت بعملي هذا على المعالم الأثرية بمحافظة بابل وبكافة المحافظات العراقية. إن شاء الله نبلش كل معلم نبدي نصممه. بديت بالقشلة صممتها، وراها اشتغلت الشناشيل البغدادية، شنشول البغدادي، واجهت صعوبة. طبعا هو حجم صغير للمجسم، بكل الصعوبة بتفاصيل هواية، بس الحمد لله والشكر طلع بصورة حلوة. اشتغلت نصب الشهيد، بعدها اشتغلت جسر بغداد المعلق من أعواد الثقاب، بعدها اشتغلت مجسر ميسان هم من أعواد الثقاب اشتغلته، وقلني مثل ما صورتهن وشفتهن. الصعوبات اللي نواجهها بالتسويق كل شخص ورغبته، يعني اكو ناس تنطيهم سعر هاي الحاجه، انا يعني اكو حاجات ما ابيعها صراحه، شغله مخليها موهبه فقط، يعني الابراز موهبتي فقط، واكو حاجات لا اقدر اصممها وابيعها. الصعوبه نواجهها بالتسويق، يعني ما حد يقيم هاي الحاجه للاسف، ما حد يقيم تعبها، يشوفها يقول لك هاي خشبات ولملمتهن وسويتهن، هو ما يعرف التعب، ما يعرف الجهد، ما يعرف المواد، الادوات اللي يعني اكو. احنا انا هسه محتاج ادوات اشتغل بيها، بس حاليا انا متوقف عن العمل لان محتاج ادوات، الادوات هاي كذا مبلغ من المال، فيحتاج لها، يحتاج لها اموال، يحتاج لها صرف. صعوبتنا بالمواد وبالماده، المواهب العراقيه بشكل عام والشباب بالعراق للاسف ما لهم اي دعم. يعني احنا المفروض هيك مواهب الدولة يعني تحاول تحافظ علينا، تحاول تحتضننا، تحاول تدعمنا من خلال المادة، من خلال يعني اي شيء يقدرون عليه يدعمون الشاب حتى يحاول يوصل. يعني انا كشاب عراقي وغيري وغيري، اكو شاب عنده موهبة مثلي بس ما عنده الامكانية اللي عندي انا، احتمال انا عندي قليل من الامكانية، اقدر اشتغل، اقدر بمحل والدي اقدر الم خشب اخذ من عنده اشتغل، اكو شباب ما يقدرون، خافين موهبتهم.